السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي ونور عيوني في قناتي. اليوم بكمل لكم تصوير الجزء الثاني من البيت، بس لا تنسوا تدعموني لأنه دعمكم راح يغير كثير في حياتي، فلا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. هنا بيت حماتي، هذا الميدان برا، وهنا الغرفة. غرفة يعني هي تكون جالسة فيها دائما، وفيها عفشها، ملابسها أغلب وقتها تكون هنا. يعني هنا غنمتي قبل يومين جابت حنونه الصغينون، كتير يجنن، الأطفال فرحانين فيه مرة مرة، بس يلعبوا معاه يا ناسي عليه، يجنن، ناعم مرة ناعم. هنا بوريكم السوق الكبير، يبعد عنا تقريبا 15 دقيقة بالسيارة. على كل جنب في محلات مرة كثيرة ويفصلهم الشارع. بأدخل محل أوريكم كيف من جوا المحل، يعني إيش يبيع. شوفوا المحل هنا، في كل الاكسسوارات البسيطة تقريبا، في للمكياج، في للبناجر، هذه البناجر زجاجية مرة موضة دارجة، في المكياج. شوفوا أنواع بناجر صورت لكم عن قريب يعني عشان توضح. هذه شرايط لتزيين الملابس، برضو الأغلب يستخدمها مع الملابس. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، انتظروني في الفيديو الجاي راح أوريكم قريتي.